يعني نجم من نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي الكابتن أحمد أبو مسلم. أبو حبيبي عباس، عامل ايه؟ ازيك حبيبي؟ وحشتك يا كابتن مصر. الحمد لله على السلامة حبيبي. الله يسلمك يا حبيبي. قول لي يعني أنت شايف قائمة الأهلي الأفريقية ازاي؟ لا والله شايف قائمة النادي الأهلي طبعا فيها عناصر ناشئين بشكل مميز جدا. النادي الأهلي بيقدر يستفيد منهم زي ما أنت عارف. النادي الأهلي بيعمل يعني أعمار، بيعمل الخط اللي فيه الخبرات مع المتوسط الموجود مع العناصر اللي هي الصغيره الفتره اللي فاتت اللي قدرت تثبت وجودها مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، ودي حاجه مميزه زي ما احنا شفنا الفتره اللي فاتت في لعيبه كتير خدت الفرصه مش بشكل كويس، فده الطبيعي لان النادي الاهلي القائمه الموجود ما فيهاش اختلاف كتير في عناصر، بس في لسه في اضافات ثانيه. انت عارف القائمه لسه بتزيد لها ثاني اضافات ثانيه لسه هتبقى موجوده على النادي الاهلي يبتدي يعني يتعاقد معاها يعني. طيب يعني قائمة تم استبعاد صلاح محسن، كهربا، عمار، حمدي، شايفها ازاي؟ لا انا شايف طبيعي، خلي بالك صلاح محسن طبيعي، خلي بالك يعني صلاح محسن بقى له فتره من ساعه ما جه النادي الاهلي ما قدمش المستوى المردود اللي هو مطلوب منه، يعني بقى له فتره حتى كان بياخد اصابات، كان موجود فتره كبيره جدا فيها اصابات، بينزل على فترات معينه يعني حتى لو جبت انت عارف لما تشتغل بره في اوروبا حتى بيجيب اي لعيب بيجيب ترانسفير ماركت بتاعه مع الموقع يعني بيشوف انت لعبت كام دقيقه، يعني لو جبنا صلاح محسن هتلاقي كميه الدقائق بتاعته اللعيبه معدوده يعني مش كميات كبيره مع النادي الاهلي، فدي كانت طبعا فيها صعوبه. والفتره اللي فاتت زي ما احنا شايفين وانت شايف ان النادي الاهلي عايز يستفاد منه زي موضوع الاعارات اللي طلعه، يعني مثلا ما طلع اعارات في فيوتشر ندبي تشتغل بشكل كويس طبعا. ندبي كان بقى له 3 سنين ما بيلعبش، بسم الله ما شاء الله، مع الكابتن علي مهدي وفيوتشر عامل اداء ولا اروع كابتن. ما دي الميزه اللي انا بقول لك عليها، اللي سعد سمير او سعد سمير بالزبط. يعني في ناس كتير اشتغل بشكل كويس جدا وشايفين النادي الاهلي برضك النهارده طلع احمد ياسر ريان بالظبط قبل كده. طب لا عايز اسمعك عند احمد ياسر ريان، انت يعني تتفق معايا انه كان يعني الاحسن انه يستمر في ناديه؟ بصراحه انا يعني من وجهه نظر انا طبعا انا كنت اتمنى واحد من الاثنين، احمد ياسر ريان يبقى موجود لاحمد سيد غالي، يعني احمد سيد غالي راح الاتحاد السكندري راح لسه انا لسه عارف دلوقتي خبر دلوقتي من شويه حالا، فاحمد ياسر انا كنت اتمنى يكون بس انا بالنسبه لاحمد سيد غريب كاعاره انا شايف حاجه يعني خطوه كويسه وخطوه مهمه جدا له يثبت وجود. ما هي خلي بالك زي ما انت بتقول خطوه كويسه، بس انا كنت بتكلم اللي انت كنت موجود في النادي الاهلي والرهبه انت كسرت الفتره اللي فاتت وجيت بتحرز اهداف وشغلت بشكل كويس ابتديت تحط رجلي في الفرقه، هو صغير في السن كان هيتعلم من الناس الموجوده كان هينزل على فترات.